أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. افتتح أول متجر للحوم النباتية في تركيا، ويقدم للزبائن لمحة من مذاق اللحوم نباتية الأساس. وتقول واحدة من ملاك المتجر إنها تريد أن يجرب الناس طعاما مذاقه شهي لكنه أقل إيذاء، فأصبح من الممكن الجمع بين الوجبات شهية المذاق واستخدام سبل أقل ضررا للغذاء. اللحوم النباتية المباعة في المحل مصنوعة من الحمص والفاصوليا وفول الصويا وبروتين الجلوتين، إضافة إلى التوابل المستخدمة في النكهة. يبيع المتجر نحو 26 نوعا مختلفا من المنتجات النباتية، ويأمل مالكو المتجر في جذب النباتيين وآكلي اللحوم على حد سواء. عرضت دار جوليان للمزادات في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا قرابة 500 قطعة نادرة وسرية استخدمت من قبل جواسيس سوفييت وثوار من كوبا، وتضمن المزاد قطعاً كثيرة بدءاً من علبة سجائر تحتوي بداخلها على كاميرا سرية وآلات لفك التشفير، وصولاً إلى مظلة قاتلة من بين المجموعة الكاملة لمتحف أجهزة الكي جي بي للتجسس ومقره في مدينة نيويورك. كما تشمل المجموعة قطعاً أثرية أصلية كانت ملكاً للكي جي بي في حقبة الحرب الباردة. يقدم المواطن الفرنسي من أصول مغربية إبراهيم بوريقة وجبات مجانية في مطعمه للطلاب الذين يواجهون مشكلات مادية بسبب انتشار وباء كورونا. ويعيش إبراهيم بوريقة في بلدة مونت لاجولي، وقد تأثر من رؤية الطلاب يصطفون في طوابير طويلة أمام الجمعيات الخيرية في باريس للحصول على مساعدات غذائية، فقرر أن يقدم لهم وجبات مجانية في مطعمه. دخل كتاب مسجد قائمة الأكثر مبيعاً على متجر أمازون الألكتروني للتركية منور يوكسل المقيمة في الولايات المتحدة. وقالت يوكسل أنها أدركت مبكراً المشاكل التي يواجهها الأطفال المسلمون الذين ينشأون في الولايات المتحدة بخصوص الدين والثقافة، ورأت أنه ليس هناك كتب كثيرة للأطفال عن الإسلام وعن عاداتنا وتقاليدنا. نجح ثلاثة شباب من ولاية سامسون شمال تركيا في تطوير لعبة سباق سيارات مخصصة للهاتف المحمول، لاقت رواجاً كبيراً حيث تم تحميلها من قبل 20 مليون مستخدم حول العالم خلال 3 أشهر فقط. وقامت هذه المجموعة من الشباب بتأسيس شركة تحت اسم لبليبي للألعاب الإلكترونية في المدينة التكنولوجية. أظهر الفنان محمود العطية مهاراته في النحت وتسليط الضوء على تجربته الشيقة حول عملية الشيخوخة من الاستوديو الخاص به في عمان. وهدف وفكرة المشروع تدور حول المسنين، فالغالبية منا عندما يصل إلى مرحلة معينة في الحياة نصبح مثل الأطفال مرة أخرى، ويبدأ الشخص المسن في الحاجة إلى المزيد من المشاعر والمزيد من الاهتمام، فعليك أن تكون مرناً معهم. وأوضح محمود أنه يبيع بعض المنحوتات والتي قد يستغرق إنشاؤها ما بين 2 أسبوع و3 أشهر.
حقق أحد النحاتين في مدينة بنين نجاحاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل أعماله الفنية الفريدة المصنوعة من شماعات الإشعاد. وقال الفنان النيجيري إن مواده لها تحديداتها كفنان، فهو يحتاج إلى مواد مرنة لتشكيل المجسمات، لكن التحدي الرئيسي الذي يواجهه مع شماعات الإشعال هو أنها مواد صلبة، ويتطلب تنفيذ أي مجسم تجميع الآلاف من شماعات الإشعال معاً، الأمر الذي يستغرق أكثر من عام للعثور عليها وتجميعها، لكنه مع تلك الصعوبات مستمر بعمله ويلاقي قبولاً وإعجاباً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي. استعادت اللاجئة السورية دولجين المحمود صحتها بعد إجراء عملية زراعة كبد لها في مستشفى جامعة إيجا بولاية إزمير غربي تركيا في عيد ميلادها 48، لتصبح بذلك فرحتها فرحتين، حيث وجد الأطباء توافقاً بين أنسجتها وأنسجة ابنها أحمد يسمح لها بإجراء العملية بعد أن أصيبت بالفشل الكبدي قبل نحو عامين عندما كانت في مدينة حلب، ما دفعها للجوء إلى تركيا بهدف العلاج. وقالت دولجين: إن المفاجأة الأكبر بالنسبة لي عندما جاء الكادر الطبي إلى غرفتي حيث نظموا لي حفل عيد ميلاد لن أنساه طوال عمري، لافتة إلى أنها ولدت من جديد في ذلك اليوم. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. يمد أمين غير إمام مسجد كعب بن مالك بمنطقة أيوب سلطان في مدينة إسطنبول يد العون لمدمني المخدرات لمساعدتهم على التعافي، كما يقدم المأوى والطعام للمشردين. عين غير عام 2006 إماماً للمسجد الواقع على مساحة 6000 متر مربع، وكان يحمل هم المنطقة المحيطة به لبعدها عن الأماكن السكنية وخلوها من الناس. خلال العام الذي تولى فيه إمامة المسجد قطع مدمنون طريق غير أثناء عودته للمنزل وطلبوا منه نقوداً فأعطاهم، ومن هنا بدأت القصة حيث تكررت الواقعة في اليوم التالي، فأخبرهم أنه لا يملك مالاً ولكن يمكنه إعداد الحساء وتقديم الشاي لهم. ومنذ ذلك الحين بدأ غير طريقاً جديداً غير حال المدمنين والمشردين في تلك المنطقة. عندما علم غير أن من اعترضوا طريقه كانوا مدمنين ومشردين، عرض عليهم أن يستضيفهم ويوفر لهم المأوى والطعام شرط أن لا يقتربوا بالمخدرات من محيط المسجد. وبعد ذلك انتشر اسم المسجد بين جميع المشردين والمحرومين في المنطقة، وأصبح كل جائع أو مشرد هناك يقصد هذا المسجد. وطوال 15 عاماً استمر الإمام غير في إنقاذ عشرات الشباب من الإدمان وإصلاح علاقاتهم بعائلاتهم، وساهم في ذلك أيضاً كثير من محبي الخير عبر تقديم المساعدات. وعقب ذلك تبنى كل من قائم مقام ومفتي منطقة أيوب سلطان المشروع، وتم بدء تقديم الحساء يومياً لكل من يأتي إلى المسجد، ويتيح المسجد أيضاً الماء الساخن للاستحمام للمشردين بالإضافة إلى مكان للنوم. ولفت كير إلى أنه يستمع للجميع دون أي حكم مسبق ويستقبلهم بابتسامة، وهو ما يجعلهم يشعرون بارتياح تجاهه ويخبرونه بما مروا به دون خجل أو تردد.
السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حابين نحكي معكم عن حماية الأسنان، سواء اللبنية منها أو الدائمة. طبعا من أجل نحمي أسنان أطفالنا اللبنية من النخر، أول شغلة هي طبعا تبدأ عند الأهل، يعني قبل الذهاب إلى الطبيب الحماية الأساسية هي الأهل، وهي تبدأ بعملية تفريش الأسنان من الصغر. وطبعا إضافة إلى التفريش بدنا نخفف الأطعمة السكرية، سواء الحلويات أو المصاص أو السكاكر والشيبس، وخصوصاً المشروبات الغازية. المشروبات الغازية إلها ضرر كتير كبير على الأسنان، منها اللبنية أو الدائمة. من المواد اللي ممكن تخفف من احتمالية حدوث النخر للأسنان اللبنية منها أو الدائمة هي الفلورايد. الفلورايد بيوجد بأشكال كتيرة، ممكن يتواجد بقلب المي، بعض الدول بتضيف الفلورايد لداخل الماء، وممكن توجد داخل الحليب، وممكن تكون على شكل حبوب، وممكن أيضا تكون على شكل مضمضة. ولكن أفضل طريقة للفلورايد هي الجل، بحيث بيقوم الأهل إذا كان طبعا الأسنان ما فيها أبدا نخر الذهاب لطبيب أسنان الأطفال لوضع مادة الفلورايد. بتجي على شكل قالب يوضع بداخله مادة الفلورايد وتطبق من دقيقتين إلى 4 دقائق. هاي العملية بتخفف احتمالية حدوث النخر لنسبة قد تصل ل20%، وبالتالي تكرارها كل 6 أشهر بشكل دوري مع المحافظة على الفرشات وتخفيف الأطعمة المضرة بالأسنان بتخفف احتمالية حدوث النخر بنسبة كبيرة جدا. طبعا من المواد الموجودة والكتير العالم تجهلها، ربما يمكن لأنه مادة جديدة، هي منسميها بالعربي المادة السادة، أو تعرف بالفيشر سيلانت. المادة السادة هي عبارة عن مادة كحشوة ولكن دون حفر الأسنان، طبعا لا توضع سوى على الأدراس الدائمة أو الضواحك الدائمة، يعني على اللبنية من دائما نذهب باتجاه الفلورايد، أما بالنسبة للأدراس الدائمة منحاول نذهب باتجاه المادة السادة، وهي مادة توضع داخل تجاويف السن، فالنخر عادة بصير دائما داخل تجاويف الدرس، فالدرس عادة في تجاويف كتير، ووقت بيصير بيدخل فيها الأكل وما بيتفرشها هذا الشيء بيخلي إلى عملية حدوث النخر. فبالتالي إحنا لما منطبق المادة السادة ومنمنع يفوت الأكل داخل السن منخفف احتمالية حدوث النخر لدرجة عالية قد تصل في بعض الأحيان ل80 أو 90%. طبعا ولكن مشكلة هذه المادة انه مدتها قصيرة، فهي فقط من 2 إلى 5 سنوات، فبعد حتى 2 قد تبدأ يعني رويدا رويدا بالتكسر والتلاشي. فدائما ننصح الاهل بوضع هذه المادة كل 2، يعني خلينا نتخيل لحنا عنا اذا وضعنا لكل الجيل القادم من هذه المادة نتخيل جيل خالي النخر. فننصح الاهل بالشكل العام بالذهاب للطبيب سواء لوضع مادة الفلورايد بالأسنان اللبنية أو المادة السادة بالأدراس الدائمة. وشكرا لكم والسلام عليكم.